لو سمحت يا كابتن. ايوه يا باشا. اديني واحد فول واتنين طعميه. ماشي. انت بتعمل كده ليه يا عم؟ بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بعمل ايه ها؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ في يالا هيم يا استاذ عادل، الراجل ده عمال يرقص لي حواجبه وبيلعب لي عينيه، عصبني قوي. انا بلعب عينيا وبرقص حواجبي؟ طب فين؟ شاور على الحته اللي بتلعب كده. يا استاذ بعد اذنك يا استاذ، اتفضل اتفضل حضرتك، اتفضل استريح. خير؟ اتفضل استريح. خير حضرتك؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ حضرتك مش عايزين منك حاجه، بس يعني لا حول ولا قوه الا بالله، فعلا الناس النهارده كلها بقت تعبانه على الاخر يعني. بس انا مش تعبان. لا واضح حضرتك انك انت مش تعبان، بس ازاي يعني مش تعبان؟ يعني هي دي حاجه طبعا بايد ربنا، بس يعني واضح انك تعبان يعني. انتوا عايزين توهموني؟ اه انا داخل مطعم ولا داخل مستشفى حواجبي بقي؟ انا زي الفل. سلام. حضرتك طيب مش هتاخد السندوتشات بتاعتك؟ لعلمك السندوتشات بتاعتنا بتخفف على طول. تخفف على طول؟ اه على اساس ان انا عيان يعني. اه عيان حضرتك؟ عيان عيان انا؟ عيان. الحق يا استاذ عادل، الراجل عملنا له سندوتشات وما خدهاش، مين اللي هيحاسب عليها دلوقتي؟ يعني انتوا كنتوا عملتوا يا كابتن يا استاذ؟ انت اللي هتحاسب على السندوتشات. ده انت بتعمل كده ليه يا استاذ دولا؟ انا خايف. ياض بعمل ايه ياض؟ انا بعمل ايه؟ ما انا زي الفل اهو. ايه ده يا استاذ دولا؟ انت بتعمل كده ليه؟ انا خايف. انا خايف ياض، ما انا زي الفل اهو. يلا مالك؟ لا 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 ما تجري. لا لا يوش يا حبيبه. لا لا بص بص يا يا ليه بيعمل كده؟ عنده تيك نرفز ده ماله؟ عامل كده ليه؟ ليه؟ هو في يا سناء؟ شف رانيا في ايه؟ في ايه؟ رانيا اتفرجوا على ايه؟ فيلم ده؟ اه 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 فيلم ايه ده؟ ده فيلم يا بيبي رعب يا بيبي، المجرم فيه قطع دماغ ترماي وحطها في شنطة وماشي بيها طول الوقت ابن اللذينة ده. ماشي بيها ازاي يعني؟ مجرم 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 هو؟ اه خيفات خالص. في ايه يا مامي؟ عادل بيعمل زي المجرم اللي في اللي هو كده. انا بعمل زي المجرم؟ انا يا رانيا، انا يا رانيا بعمل زي المجرم؟ صح. ايه ده حصل لكم ايه يا جماعه؟ ما تهزروش بقى، طالما انتوا مش قد افلام السسبنس ما تتفرجوش عليها. قوموا بقى. عادل بعمل كده ليه؟ ها ايه بعمل؟ عايز تخوفني؟ عايز تخوفني عادل؟ بعمل ايه بعمل ايه بعمل ايه؟ ما انا زي الفل اهو يا رانيا، زي الفل. ايه مالكم مالكم؟ مالنا؟ انت مش شايف نفسك بتعمل ايه يا عادل؟ بعمل ايه؟ انت هتشتغلينا يا سناء؟ مالك انت كمان؟ يا نهار ابيض، هو انت كمان مش حاسس بتعمل ايه بنفسك؟ حاسس بايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه يا ابني انت بتعمل في وشك كده ليه؟ في حد مضايقك ولا حاجه؟ لا مفيش حد مضايقني، ما انا زي الفل اهو. مالي يا ماما؟ ما انا كويس اهو. لا انت مش زي الفل، انت بتعمل بالظبط زي المجرم ده اللي في فيلم لخمه راس. بص بتعمل كده. بص بص ايه ده؟ منه لله منه لله، هو اللي عمل فيا كده. هو مين ده يا بيبي؟ زبون زبون دخل عليا النهارده ويظهر ان هو عداني ولا ايه؟ يا ماما لا بقى، ده عمل لك عدوات، ما تجيش جنبنا خالص عشان ما تعدينناش. هو ايه اللي عداه ده؟ هو عنده انفلونزا عشان يعديه؟ يا عادل يا عادل، انت الراجل ده لما شفته اتأثرت بيه سايكولوجيا فبهت عليك. بهت عليا ايه وسايكولوجيا ايه؟ انت هتعملي لي فاهمه كل حاجه، انت اساسك خايبه مش فاهمه حاجه. يا عادل انا افصل لك، انت ضعيف النفس يعني ضعيف الشخصية، لما بتلاقي ناس حواليك بتتأثر بيهم فبتاخد شكلهم. يا ابني انا دارس علم نفس، ما تجادلنيش. علم نفس يا امو؟ علم نفس؟ انا ضعيف الشخصية؟ انا سناء ضعيف الشخصية؟ ايوه ضعيف الشخصية. مين اللي كان العيال بيضربوه على فاف الشارع كل يوم؟ انت طبعا اللي كانوا بيضربوكي وانا كنت بنقذك، وبعدين لعلمك انت اساسا مريضة بعلم النفس اللي عندك ده. لكن انا لو دخلت جوه الاوضة نمت شوية وصحيت ابقى زي الفل، ابقى زي الفل. لكن انت لا تفضلي على طول عبيط، انا داخل انام. تصبح على خير. ايه ده اللي حصل له؟ في ايه؟ مش مصدق انه ضعيف الشخصية. ايوه كده ايوه كده يا دولا. ايوه عادل، في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ زي الفل اهو، زي الفل، مفيش اي حاجه. شايفه شايفه اهو، اتغلبت عليها اهو، مفيش اي حاجه الحمد لله. اه والله يا بيبي
لقد استطعت ان تتغلب على الحركه اللا رياضيه بتاعتك، انت جميل كده قوي. اسمها لا رياضيه، اسمها لا اداريه يا ماما. طبعا لعلمك انا من زمان بعرف اتغلب يعني على اي حاجه، لاني لازم ارجع سليم طبعا من صغري يا ماما، من صغري. برافو عليك يا عادل، برافو. انت استطعت ان تتغلب على نفسك الذاتيه الداخليه. طبعا انا عارفه بجد، من وانا صغير على طول بغلب نفسي، بغلب نفسي يعني. حتى وانا ماشي في الشارع كانوا العيال اصحابي في الشارع يقعدوا يقولوا الواد اللي بيغلب نفسه اهو، الواد اللي بيغلب نفسه اهو، العبيط اهو، العبيط اهو. دي انا اللي كنت بقولها عليهم يعني. سعداوي وكوبايه نعناع. حاضر يا سعداوي، كوبايه نعناع على حتك. ازيك يا باشا؟ ايه ده يا سعداوي، مالك يالا؟ مالي يا باشا، ما انا زي الفل اهو. يا دي انت بترعش يالا. قصدك كده يعني يا استاذ عادل؟ منها لله يا استاذ عادل، الشغلانه اللي تقصر العمر جابت لي شارع الرعاش وقفت نموي وانا كنت لسه يا دوب بطول. شارع الرعاش ايه يا ابني؟ شارع الرعاش ايه؟ انت اي كلام بتقوله خلاص. يا استاذ عادل انت ما بتعرفش عن شارع الرعاش يا استاذ عادل، انت ما سمعتش عن المناضل يانسون مانديلا والملاكم محمد علي كلاي؟ طب دول ناس مناضلين وناس عظماء، انت مالك ومالهم يعني؟ يعني هو المرض بيفرق يا استاذ عادل بين غني وفقير؟ يا باشا انت مش هتبطل تنظر لي النظره الدوديه اللي مصر تنظر لي بيها دي يا استاذ عادل. نظرة دودية. يا ابن محمد علي كلاي، عشان تبقى فاهم بس، اللي جاله ده جاله نتيجة ان هو كان ملاكم فكان بيتضرب في دماغه طول الوقت. امال ايه؟ محمد علي كلاي يا استاذ عادل اسكت يا استاذ عادل، محمد علي كلاي كان بيتضرب؟ محمد علي كلاي ما كانش بيتضرب يا باشا، محمد علي كلاي هو اللي كان بيضرب، هو اللي كان بيضرب، والناس اللي كان بيضربهم دول هم اللي دعوا عليه لغاية ما كالوا اللي كالوا. كالوا اللي كالوا صح. طب وانت بقى مين اللي دعا عليه؟ اكيد السبان يا باشا، هو في خيلهم؟ منهم لله، منكم لله، منك لله يا عم، منك لله يا عم. التواضع. سيبك يا ابني من الكلام ده، انت لو عندك قوه اراده زي هتتغلب على الحركه العصبيه اللي جاتلك دي. يا استاذ عادل انا مستعد يبقى عندي قوه اراده وصبر ابو فصاده، بس اخف اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انا عايزك تمشي في القهوه دلوقتي وانت واثق من نفسك، حاسس ان انت صاحب القهوه دي كلها وباصص للناس كلهم باحتقار. ايوه وريني كده، هو ده كده احتقار؟ ده كده قرف يا ابني، كده قرفان من الناس. لا احتقار، ما تبصريش انا. ها ايه رايك، مش احسن؟ تصدق راحت خالص يا استاذ عادل، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا استاذ عادل، وديتها من عندي الحركه، ربنا يبارك لك يا ابني. اسال مجرب يا ابني. صباح الخير. صباح الخير. انت لسه صاحيه دلوقتي؟ انا مصيتك كحلي. لا يا ماما انا صاحيه من بدري جدا ولبست عشان عندي مشوار. هو يعني ايه تيتا انا مصيتها كحلي؟ يعني يا حبيبتي ايه ايه انا بتهدس انتي ولا ايه؟ هتقولي للبنت الزغننه دي يعني ايه ناموسه كحلي؟ ايه يا مامي، هي حاجه عيب ولا ايه؟ يعني ولا عيب ولا حاجه، عادي جدا انك تقولي لحد يعني امك نفسها شكلها ما تعرفش يعني ايه ناموسه كحلي، بدليل ان هي لحد دلوقتي تقول ناموس كحلي. طب يعني ايه يا عمته ناموسيتها كحلي؟ تعالي. لا ايه ده، ايه بتلتي في ودني بنتي ليه؟ انا عمتها ومن حقي ان انا وعيها براحتي. انا بالاماره يا رانيا، اخبار جوزك المعدول ايه؟ ايه ده، هو في جوز معدول وجوز معوق؟ يا حبيبتي بس طبعا باباكي معدول مش معوق. نو شيري، باباها بقى معوق من امبارح. الا بالاماره يا رانيا، واتعدل ولا لسه؟ بقى لو سمحتي انا ما اسمعش حد يقول على جوزي معوج لان هو معدول، وانا اكتر واحده عارفه انه معدول، وده كان ظرف طارئ وعد على خير ان شاء الله باذن الله. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش، انا قصد جوزي المعوج. بحشه.